بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عبد الرؤوف فؤاد السنوري، أستاذ بطن عامة في دبي في عيادة الأزهر. إحنا كلنا موجودين في عيادات ومستشفيات عشان خاطركم أنتم. من فضلك خليك في بيتك، لأن في وجودك في البيت أنت بتحمي نفسك وبتحمي الآخرين. في حاجة كمان، لو كل واحد فينا اتعامل مع الآخر على إنه مصاب بالكورونا، يعني أنا لو اعتبرت نفسي إن أنا مصاب بالكورونا هتعامل مع كل الناس بحذر وبحرص، وبالتالي همنع انتقال العدوى ليهم. فيا ريت كل واحد يتعامل بالطريقة دي. لو عملنا كده إن شاء الله خلال شهر موضوع الكورونا ده هينتهي.